الهلال ملك لاعب عنده القنوات ديالو بوحديتها، يعني اذا كان تلاحظ الطلب ديالو استوفى جميع الشروط لواحد اللي غيستغلوا لواحد المده معينه، راه كاين الراي ديال السلطه المحليه، كيدوز في بلاتفورم كيستوجب الشروط ديالو وكيتم الترخيص ديالو. هذا ماشي الاختصاص ديالي، ما نقدرش نقول لك واش يعني ماشي اللي كان رخص لهذا الشيء ديال استغلال الملك العمومي، كاين المكلف، ولكن غيكون اذا كان محطوط راه غيكون داز بهذه المراحل كامله. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.